Très bien, Miles. Si 2x est égal à 16, combien vaut x ? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بالإخوة الكرام. إلى هذه الفقرة التي سنستكمل من خلالها الفيديو الذي رأيناه فيما سبق والذي كان عنوانه لا بانك مناس دو كونفيسكي لا ميزون، البنك يقرر حجز المنزل. طبعا نتكلم هنا عن منزل السيدة باكا وزوجها اللذان كانا يعيشان أزمة مالية كما رأينا. كما يبدو من بداية القصة تدخل أحد التلاميذ الذي أهداها مبلغا، طبعا ستستكمل المفاجأة من خلال وجود أشخاص آخرين تبين بأنهم كانوا تلاميذ لهذه السيدة في المسابق، كلهم قرروا إخراجها من هذه الأزمة. في هذا الفيديو سنرى من تكون هذه السيدة ثم نستكمل مع المفاجأة. إذن كما نلاحظ هنا عندنا très bien Miles. Si 2x est égal à 16, combien vaut x? Très bien Miles. Très bien Miles. جيد جدا يا Miles. جيد جدا يا Miles. Très bien Miles. Si 2x est égal à 16, combien vaut x? Si 2x est égal à 16, combien vaut x? إذا كان 2x تساوي 16، إذن كم تساوي x؟ 2x. إذا تكلمنا عن شيئين قيمتهما 16، فما تكون قيمة الشيء الواحد؟ شيئين مجهولين، هاد الشيئين أن قيمتهما 16. كما تلاحظون بأن عندنا سي دوز إكس إيتيغال، عندنا 2x كما نقول مجهولان إيتيغال أسيز كومبيا فو إكس، كم تقيم إكس؟ كما نقول كم تقيم إكس؟ كم هي قيمة إكس؟ نتحدث هنا عن لا فالواغ، ومن مثلا كلمة لا فالوغ، ومن كلمة لا فالوغ القيمة. Très bien Miles. Si 2x est égal à 16, combien vaut x? إذن combien vaut x؟ كم تكون قيمة x؟ إذا كان عندنا 2x، إذا نتكلم عن هذه المجموعة كما نقول مجموعة 2x إتيغال أ 16، إذا هي تساوي 16. combien vaut x؟ إذا كم تقيم x؟ كم تساوي x؟ Oh, désolé, je ne pensais pas que vous étiez encore là. Vous voulez que je repasse? ثم تقول العاملة désolé, je ne pensais pas que vous étiez encore là. أنا لم أفكر، أو كما قالت هنا أنا لم أكن أفكر، بمعنى آخر أنا لم أكن أعتقد. je ne pensais pas. طبعا نتكلم هنا على réponse كما تلاحظوا مصرف لامبارفي، إذا أنا لم أكن أعتقد que vous étiez encore là. désolé, آسفة. كما تشوف بأن كلمة ديزولي أنها تكتب بـ أ زائدة، طبعا في المذكر نقول ديزولي بدون هاد أ، أ خاصة بالتأنيث، إذا المقصود هنا آسفة. أو ديزولي. في حالة المذكر نقول ديزولي يعني آسف، أنا آسف، هنا أنا آسفة، إذا نضيف هاد أ، جو نو بونسي با، إذا أنا لم أكن أعتقد كو فوزيتي بأنكم، طبعا عندنا لو فيرب إتر مصرف في لامبارفي أيضا، إذا جو نو بونسي با كو فوزيتي أونكور لا، أنا لم أفكر، أنا لم أكن أعتقد كو فوزيتي أونكور لا، بأنكم لازلتم هنا، بأنكم لازلتم هنا. أو ديزولي، جو نو بونسي با كو فوزيتي أونكور لا، فو فولي كو جو رباس؟ سا فا سيل تو بلاي. ثم تقول فولي فو كو جو رباس، هل تريدين بأن أعود فأمر؟ واش بغيتي حتى نرجع مرة أخرى؟ إذا حتى لا أزعجكم الآن، هل أنت تريدين أو تفضلين أن أعود مرة أخرى هنا؟ أو ديزولي، جو نو بونسي با كو فوز إيتي أنكور لا، فو فولي كو جو رباس؟ سا فا سيل تو بلاي. إذا تقول فولي فو كو جو رباس، طبعا هنا كما تلاحظوا بأن عندنا لو فيرب روباسي، ماشي لو فيرب باسي، الفعل نضيف له هاد غو حتى يفيد تكرار. لو فيرب باسي هذا فعل مرة، ولكن عند الحديث عن لو فيرب روباسي إذا هنا نتحدث عن فعل آخر. ولي فو كو جو روباس، هل تريدين أن أعود مرة أخرى؟ فتقول المدرسة Je ne pensais pas que vous étiez encore là. Vous voulez que je repasse? Ça va, s'il te plaît. Ça va, s'il te plaît. كما نقول هذه يسير. Ça va. Ça va. نقول عادة للدلالة على أن الأمور تسير بخير. كومون طاليفو؟ صافا. إذا كيف تسيرون أو كيف هي أحوالكم؟ صافا.
يعني كما نقول أن الأمور تسير، يعني أننا بخير. إذن هنا تقول سافا للدلالة على موافقتها على هذا الأمر. سيل توبلي، من فضلك، من فضلك هو كذلك، يعني فلتمري مرة أخرى. Voulez que je repasse? Ça va, s'il te plaît. ثم يقول الطفل. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Je sais pas. ثم يجيب أه. C'est-à-dire, si 2x est égal à 16, alors x vaut 1. X est égal à 1. Je sais pas. Hein? إذا المقصود هنا بأن x تساوي 1. Je sais pas. ثم يقول أه. إذن أنا لا أعرف. طبعا هنا عندنا الغيب سافواغ. Je sais pas. المقصود هنا je ne sais pas. هو يختصر طبعا في je sais pas. أنا لا أعرف. يحذف أدنى. يحذف أدنى للاختصار فقط. Je sais pas. Hein? إذن je sais pas. أنا لا أعرف. المقصود هنا je ne sais pas. ثم يقول أه. إذن هي تساوي 1. إذن x تساوي 1. Je sais pas. Hein? Tu as bien révisé hier soir? Tu as bien révisé hier soir? Tu as bien révisé hier soir? هل أنت راجعت جيدا البارحة مساء؟ Tu as bien révisé؟ طبعا عندنا الظرف révisé يعني في الراجعة. Tu as bien révisé hier soir؟ أنت راجعت جيدا البارحة مساء؟ Très bien, Miles. Si 2x est égal à 16. Combien vaut x? Oh, désolé. Je ne pensais pas que vous étiez encore là. Vous voulez que je repasse? Ça va, s'il te plaît. Je sais pas. Hein? Tu as bien révisé hier soir? Je n'ai pas le livre. Mes parents peuvent pas me l'acheter. Je n'ai pas le livre. أنا ليس عندي الكتاب. بدون هاد لانيغاسيون نقول j'ai le livre. J'ai le livre, أنا عندي الكتاب. أو نقول مثلا j'ai un livre, أنا عندي كتاب. إذن هو يقول Je n'ai pas le livre. Mes parents peuvent pas me l'acheter. Je n'ai pas le livre. Je n'ai pas le livre. أنا ليس عندي الكتاب. Mes parents ne peuvent pas me l'acheter. Mes parents ne peuvent pas me l'acheter. Me l'acheter. إذن والدي ne peuvent pas. لا يستطيعان. طبعا عندنا لو فان بوفوار كما تلاحظوا مصرف في لو بريزون. اذا مي بارون لو بوف با والدي لا يستطيعان مي لاشتي شراءه لي. Je n'ai pas le livre. Mes parents ne peuvent pas me l'acheter. Mes parents ne peuvent pas l'acheter. اذا ne peuvent pas l'acheter. لا يستطيعان شراءه pour moi. لي انا. او كما يقولون مي بارون ne peuvent pas me l'acheter. Je n'ai pas le livre. Mes parents peuvent pas me l'acheter. والديا لا يستطيعان شراءه لي. تذهب المدرسة طبعا لتأتيه بكتاب. طبعا هو كتاب الرياضيات كما تلاحظوا. ثم تقول له تيان. تيان يعني خذ. طبعا هنا عندنا لوفار تونيغ. عندنا لوفار تونيغ يعني فعل أخذ باليدين. إذا تيان خذ. On a l'affaire tenir conjugué à l'impératif. إذن عندنا فعل أخذ ولكن مصرف في الأمر. إذن في الأمبراتيف نقول tiens, tenons, tenez. فلتأخذ, فلنأخذ, فلتأخذه, tenez. أو كما عندنا هنا tiens, خذ. Tiens. J'en garde toujours un juste au cas où. J'en garde toujours un. أنا دائما أحتفظ منه بواحد. دائما اترك نسخه من هذا الكتاب جانبا. تيان جون غارد توجور ان. طبعا هنا عندنا لو فيرب غاردي يعني فعل حرس او حافظ على شيء. اذا جون غارد انا احتفظ منه. جون غارد توجور ان دائما واحد. المقصود هنا انا دائما احتفظ من هذا الكتاب بواحد بنسخه. J'en garde toujours un juste au cas où. Juste au cas où. أنا أحتفظ دائما منه بواحد. Juste au cas où. طبعا juste au cas où كما نقول بالضبط au cas où في حالة حيث. في حالة حيث. إذن لحالة حيث. المقصود هنا لحالة حيث نحتاجه أو لحالة إذا كان هناك طفل ليس عنده كتاب
إذا من أجل هذا الاحتمال الذي قد يحدث، إذا أنا دائما أحتفظ بنسخة من هذا الكتاب حتى إذا احتجته وجدته. إذا جيستو كاو، إذا المقصود هنا جون غارد توجور أن جيستو كاو أن ليف نا با دو ليفر، لحالة حيث يكون هناك تلميذ ليس عنده كتاب. إذا نستعمل هاد الصيغة جيستو كاو، إذا المقصود هنا جيستو كاو فقط للاحتياط. J'en garde toujours un juste au cas où. Je vais te donner des cours après l'école pour que tu rattrapes ton retard. Je vais te donner des cours après l'école. أنا سأعطيك دروسا. Je vais te donner des cours. أنا سأعطيك دروسا. إذن أنا غنبقى نعطيك دروس. Après l'école. بعد المدرسة. المقصود هنا بعد خروجك من المدرسة. بعد خروجك من القسم. Je vais te donner des cours après l'école pour que tu rattrapes ton retard. Je vais te donner des cours après l'école pour que tu rattrapes ton retard. Hatta tastadrika ta'akhuraka. J'en garde toujours un juste au cas où. Je vais te donner des cours après l'école pour que tu rattrapes ton retard. Merci. Idan ana ghanbqa na'tik dorous men ba'd ma tkhrej men lmadrasa hatta telhaq bdak ta'akhur dialek. Idan Je vais te donner des cours après l'école pour que tu rattrapes ton retard. إذن أنا سأعطيك دروسا بعد المدرسة pour que tu rattrapes. طبعا هنا عندنا لغة rattraper، هذا فعل استدراك، ومن مثلا كلمة لو غاتخاباج يعني استدراك. إذا لو غاتخاباج مقصود به استدراك. إذا نتكلم عن سرعة في الدروس حتى تلحق الوقت وتكون في مستوى باقي التلاميذ أو باقي الأقسام التي تسير بمستوى معين. إذن après l'école pour que tu rattrapes ton retard. طبعا الغطار المقصود به التأخر. إذن je vais te donner، طبعا هنا تنتكلموا على الصيغة ديال لو فيتور بروش، طبعا تنستعملوا فيها لو فيرب الي. إذن لو فيرب الي هنا je vais، كما تلاحظوا نقول في البريزون je vais tu vas il va، ثم نقول nous allons vous allez ils vont. طبعا كما تنعرفوا بان لو فيرب الي هو من الافعال اللي تنسميوها لا فيرب سومي اوكسيليير، كما نقول افعال نصف مساعده. هناك افعال اخرى ان تؤدي ادوار اخرى بحال لو فيرب فينير الى غير ذلك. اذا لو فيرب الي هنا تنوضعه كمساعد. جو في تو دوني، المقصود هنا جو في دوني، جو في دوني، انا ساعطي قريبا، هذا هو المقصود هنا. إذا طبعا الفعل اللي تيجي من بعد لو فيرب الي أنه تيكون الانفينيتيف، ولكن راه هو اللي مقصود بالصرف رغم أنه الانفينيتيف، اللي تيتصرف هو لو فيرب الي. نقول مثلا جو في دو سوغتيغ، أنا خرجت قبل قليل. إذا تنتكلمو هنا على لو باسي غيسون مثلا. إذا هنا عندنا لو فيرب فينيغ أتى أيضا كفعل نصف مساعد. جو في دو سوغتيغ il vient de partir، إذن هو انطلق قبل قليل. إذن هاد الأفعال تأتي هكذا للدلالة على معنى معين، إذن للدلالة على الماضي القريب مثلا في حالة إذا ما استعملنا لو فيرب فينيغ. هنا عندنا لو فيرب الي، طبعا نأتي به هنا كمساعد للدلالة على قرب حدود فعل. جو في تو دوني، أنا سأعطيك قريبا دي كور أبخي ليكول، دروسا بعد المدرسة بعد الخروج من القسم، pour que tu rattrapes ton retard، حتى تستدرك تأخرك. Tiens. J'en garde toujours un juste au cas où. Je vais te donner des cours après l'école pour que tu rattrapes ton retard. Merci. 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 شكرا. Retard. Merci. Judy, pourquoi c'est si long ? Je peux pas t'attendre éternellement. Désolé. Judy, pourquoi c'est si long ? Pourquoi c'est si long ? لماذا طويلا جدا؟ لماذا أكثر طولا؟ لماذا هذا الوقت الطويل؟ لماذا هذا الوقت الطويل؟ هذا هو مقصودنا. Judy, pourquoi c'est si long؟ Je peux pas t'attendre éternellement. Désolé. Pourquoi c'est si long؟ لماذا طويل جدا كما نقول؟ المقصودنا لماذا الوقت أكثر طولا؟ لماذا استغرقت وقتا أطول؟ لماذا تأخرت واستغرقت وقتا أطول؟
Merci. Judy, pourquoi c'est si long? Je peux pas t'attendre éternellement. Désolé. Pourquoi c'est si long? Je peux pas t'attendre éternellement. Judy, pourquoi c'est si long? Je peux pas t'attendre éternellement. Désolé. Je peux pas t'attendre éternellement. بشكل خالد طبعا نقول عن شيء بانه اترنال يعني انه خالد انه يبقى دائما اذا نقول عنه اترنال اذا جو بو با المقصود هنا جو نو بو با من جديد اننا نحذف هذا نو طبعا للاختصار اذا المقصود هنا جو نو بو با طبعا هنا عندنا لو بوفوار مصرف لو بريزون جو نو بو با انا لن استطيع تاتوندر انتظارك او انتظارك في حالة مذكر éternellement يعني بشكل خالد. Merci. Judy, pourquoi c'est si long? Je peux pas t'attendre éternellement. Désolé. أنا لن أستطيع انتظارك إلى ما لا نهاية. إذا لقد أطلت في البقاء هنا. Désolé. آسف. Je peux pas t'attendre éternellement. Désolé. Tu peux me donner 20 minutes de plus? 20 minutes? Tu peux me donner 20 minutes de plus? هل تستطيع إعطائي 20 دقيقة زيادة؟ Tu peux me donner 20 minutes de plus? 20 minutes? Tu peux me donner 20 minutes de plus? 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 هل تستطيع أن تعطيني 20 دقيقة زيادة؟ هل تستطيع أن تنتظرني 20 دقيقة زيادة؟ Je peux pas t'attendre éternellement. Désolé. Tu peux me donner 20 minutes de plus? 20 minutes? Tu peux me donner 20 minutes de plus? فيقول الرجل 20 minutes? 20 minutes? 20 دقيقة؟ كل هذه المدة من الانتظار وتريدين 20 دقيقة زيادة؟ 20 minutes? Tu peux me donner 20 minutes de plus? 20 minutes? Madame Parker, c'est bon. Vous m'avez assez enseigné. Je vais rentrer chez moi. Madame Parker. سي بون يعني السيدة باركر سي بون هذا جيد هذا يكفي سي بون كما نقول هذا يكفي سي بون هذا جيد فو مافي اسي انسوني فو مافي اسي انسوني انتم درستموني بما في كفاية انتم درستموني بما في كفاية انت شرحت لي بما فيه الكفاية فو مافي انسوني هنا عندنا في الاصل فو زافي انسوني فو زافي انسوني كما تلاحظوا بان عندنا هنا Le passé composé ديال le verbe enseigner. Enseigner يعني دراسة. ومن مثلا كلمة l'enseignement. التعليم أو التدريس. إذا vous avez enseigné. Vous avez enseigné. أنتم درستم. ثم عندنا هاد م الخاصة بالمتكلم. Vous m'avez enseigné. أنتم درستموني. المقصود هنا vous avez enseigné moi. فيقول التلميذ vous m'avez enseigné. أنتم درستموني. ثم يقول Vous m'avez assez enseigné. Madame Parker, c'est bon. Vous m'avez assez enseigné. Je vais rentrer chez moi. Antum darastumuni bima fi kifaya. Vous m'avez assez enseigné. Antum darastumuni bima fi kifaya. Madame Parker, c'est bon. Vous m'avez assez enseigné. Je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Ana sa'oud ila manzili. Je vais rentrer chez moi. Ana sa'oud ila manzili. Tab'a le verbe rentrer. Mashi le verbe entrer. عندنا لو فيرب غونتخي ممكن انه يعني انك تدخل مرة ثانية ممكن انه يعني انك تدخل مرة ثانية الى المنزل مثلا عندما نقول جو في غونتخي شي موا ممكن ان تعني انا سادخل مرة ثانية الى المنزل طبعا بالطريقة التي ذكرنا فيما سبق حسب القاعدة التي ذكرنا ولكن المتعود عنه ان لو فيرب غونتخي انه تعني أنني سأعود عندما نقول شيموا يعني عندي المقصود إلى منزلي أنا سأعود إلى منزلي جو في غونتخي شيموا أنا سأعود إلى منزلي جو في غونتخي شيموا مدام باركر سي بون vous m'avez assez enseigné je vais rentrer chez moi et te voir échouer à un autre test et te voir échouer à un autre test ونراك تخسر أو تفشل à un autre test في امتحان آخر je vais rentrer chez moi Et te voir échouer à un autre test? Je ne crois pas. Ta mère serait vraiment déçue si tu échouais à nouveau. وتريد أن نراك تفشل في امتحان آخر إذا ذهبت الآن؟
أنت لم تدرس بما فيه الكفاية حتى تستدرك ما فات et te voir échouer un autre test ثم نراك تفشل في امتحان آخر et te voir échouer un autre test je ne crois pas ta mère serait vraiment déçue si tu échouais à nouveau je ne crois pas أنا لا أعتقد بأنه عليك الذهاب هذا هو المقصود je ne crois pas طبعا هنا عندنا le verbe croire عندنا le verbe croire مصرف في le présent je ne crois pas ta mère serait vraiment déçue si tu échouais à nouveau je ne crois pas أنا لا أعتقد Ta mère serait vraiment déçue si tu échouais à nouveau. Ta mère serait vraiment déçue si tu échouais à nouveau. Ta mère serait vraiment déçue au moins que c'était qu'une réalité de خيبتي امل. طبعا نتكلم هنا على الverbe décevoir كما نقول اصاب بخيبتي امل. Ta mère serait vraiment déçue au moins que c'était qu'une réalité de خيبت امل si اذا سيتو يشوي نوفو سيتو يشوي نوفو إذا أنت فشلت من جديد إذا فشلت مرة أخرى أمك ستصاب حقيقة بخيبة أمل Ta mère serait vraiment déçue si tu échouais à nouveau. Donc je peux prendre le bus pour rentrer. Donc je peux prendre le bus pour rentrer. إذا يمكنني أخذ الباص للعودة إلى المنزل. Donc je peux إذن أنا أستطيع prendre le bus أخذ الباص أنا غنستطيع نأخذ طوبيس pour rentrer باش نرجع للرجوع أو للعودة إلى المنزل donc je peux prendre le bus pour rentrer إذن أنا أستطيع أخذ الباص للعودة إذن يمكنك الذهاب وألا تنتظرني إذن أنا علي أن أخذ الباص للعودة donc je peux prendre le bus pour rentrer De toute façon, je dois aller faire des courses pour le dîner. Ah, tu aurais dû me le dire avant que je vienne. Je rate le juste prix, là. تقول بصيغه انا استطيع. Donc je peux prendre le bus pour rentrer. De toute façon, je dois aller faire des courses pour le dîner. إذن على كل حال انا علي ان اذهب. افعل مشتريات. اقوم بمشتريات. Je dois aller faire des courses. Je dois aller faire des courses. De toute façon, comme on نقول في كل الاحوال أو على كل حال je dois aller faire des courses أنا علي أن أذهب أقوم بمشتريات دي كورس مشتريات pour le dîner من أجل العشاء إذن في كل الحالات أنا غنمشي للمارشي باش نشري المقصود هنا بأنني غنتأخر أكثر إذن ما عليك إلا الذهاب De toute façon je dois aller faire des courses pour le dîner Ah tu aurais dû me le dire avant que je vienne Je rate le juste prix là Oh tu aurais dû me le dire avant que je vienne أنت كان عليك أن تقوليه لي قبل أن آتي كان عليك أن تقولي لي هذا قبل أن آتي هنا وأنتظرك لمدة طويلة De toute façon, je dois aller faire des courses pour le dîner Ah, tu aurais dû me le dire avant que je vienne Je rate le juste prix là Oh, tu aurais dû me le dire avant que je vienne إذن كان عليك أن تقولي لي هذا قبل أن آتي إلى هنا طبعا كما تلاحظوا بأن عندنا هنا le verbe devoir Tu aurais dû. Voilà que je me sarraf. Sarraf fait le conditionnel passé. Sarraf le conditionnel passé. Taban le conditionnel passé. Anno ti fid had l'msala. Ti fid had l'msala. Maintenant, sarraf na fait le verbe devoir. Le verbe devoir, yani fi'l tawajjaba. Qabel minno wach msarrafna. Sarrafna l'auxiliaire avoir. Tu aurais. Sarrafna l'auxiliaire avoir. Pas sarrafna. صرفناه في لو كونديسيونيل بريزون في لو كونديسيونيل بريزون لو كونديسيونيل بريزون عادة تفيد الشك تفيد الاحترام إلى غير ذلك ولكن هنا طبعا صرفنا لوكسيليير ثم بعد منه لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل دوفوار تصبح المعنى كان يتوجب عليك كان يتوجب عليك توغي دو مو لو دير افون إذن كان يتوجب عليك أن تقولي لي ملوديغ كان يتوجب عليك أن تقولي لي هذا الكلام avant que je vienne قبل أن آتي طبعا avant que je vienne كما تنشوفوا عندنا لو فيرب فينيغ فاش مصرف هذا مصرف لو سيبجونكتيف بريزون لو سيبجونكتيف بريزون مقابله في اللغة العربية كما نقول الفعل اللي تيجي من بعد ان
هذا هو السجون تي بريزونت قريبا. اذا كما تشوف هنا افون كو جو فيان، قبل ان اتي، قبل ان اتي. طبعا الفعل متى يتصرف في لو سبجونكتيف بريزون، طبعا تياخذ واحد الشكل معين تيجي من بعد هاد كو. طبعا كو اللي تتعني ان في اللغه العربيه، لا نتكلم عن كو اللي عندها معاني اخرى، لا نتكلم عن كو التي تاتي في اللغه الفرنسيه وتكون لها معاني غير هذا المعنى. كما نقول ان او تي اوري دو مي دير افون كو جو فيان، اه ان كان عليك ان تقوليه لي قبل ان اتي، قبل ان اتي. افون كو جو فيان، افون كو جو فيان. اذا ما قالش انا افون كو جو فيان، يصرف لو فيرب فينير في لو بريزون. طبعا هنا الفعل مصرف في لو سبجونكتيف بريزون. افون كو جو فيان جو رات لو جوست بري لا. De toute façon, je dois aller faire des courses pour le dîner. Ah, tu aurais dû me le dire avant que je vienne. Je rate le juste prix là. أنا أفقد الثمن العادل هناك. أنا لن أذهب السوق حيث أفقد الثمن العادل. ليس هناك أثمنة عادلة. طبعا لو جوست بري إي نوسيون إيكونوميك. إذا نتكلم عن هاد الصيغة لو جوست بري، كما نقول الثمن العادل إي نوسيون إيكونوميك. إذا نتكلم هنا عن مفهوم اقتصادي. On emploie aussi le terme juste valeur. نستعمل أيضا المصطلح juste valeur. ممكن نقول le juste prix أو نقول le juste valeur. إذن هي كلمة تدل على القيمة العادلة أو الثمن العادل. De toute façon, je dois aller faire des courses pour le dîner. Ah, tu aurais dû me le dire avant que je vienne. Je rate le juste prix là. طبعا هناك أيضا برنامج متلفز بهذا الاسم لو جوست بري. طبعا هو برنامج فرنسي كان يبث على تي اف ان، طبعا هو مستوحى من برنامج اخر امريكي. جوغات لو جوست بري لا، بانني افتقد الثمن العادل هناك، انا افتقد الاسعار العادله هناك، لا توافقني تلك الاسعار، لذلك لن اذهب معك. اذا فتقول الخادمه je peux vous raccompagner. Je dois aussi aller à l'épicerie pour acheter de la lessive. Ah, je peux vous accompagner. أهين، هل أنا أستطيع مرافقتكم؟ Je peux vous accompagner. Je dois aussi aller à l'épicerie. Je dois aussi aller à l'épicerie. أنا علي أيضا الذهاب إلى البقال. Je peux vous accompagner. Je dois aussi aller à l'épicerie pour acheter de la lessive. Tu es sûre? Oui, madame. Merci beaucoup, Rhonda. Tu es si gentille. Ce n'est rien. Je dois aussi aller à l'épicerie. أنا علي أيضا الذهاب إلى البقال pour acheter de la lessive. من أجل شراء ماء الغسيل. Pour acheter de la lessive, ma racil al malabis. Je peux vous raccompagner. Je dois aussi aller à l'épicerie pour acheter de la lessive. Tu es sûre? Oui, madame. Merci beaucoup, Rhonda. Tu es si gentille. Ce n'est rien. Tu es sûre? Tu es sûre? هل أنت متأكدة؟ هل أنت متأكدة بأنك ستذهبي معي؟ Oui, madame. Oui, madame. نعم سيدتي. Merci beaucoup, Rhonda. شكرا كثيرا, Rhonda. Tu es si gentille. أنت كما نقول طيبة جدا. Tu es si gentille. أنت ظريفة جدا. سوني غيان، سوني غيان، هذا لا شيء، سوني غيان، هذا لا شيء، لا داعي للشكر. Ah, je peux vous raccompagner. Je dois aussi aller à l'épicerie pour acheter de la lessive. Tu es sûre? Oui, madame. Merci beaucoup, Rhonda. Tu es si gentille. Ce n'est rien. Ok, on continue. Ok, on continue. نعم، فلنكمل. نعم، فلنكمل. أو طيب، فلنكمل. Ok, on continue. طبعا هنا عندنا لو فيرب. Continuer. عندنا لو فيرب continuer. فعل استمر أو استأنف. Combien font 16 divisé par 2؟ 8. Bingo. Combien font 16 divisé par 2؟ إذا كم يفعل 16 مقسومة على 2؟ مقسومة كم تساوي 16 مقسومة على 2؟ Combien font 16 divisé par 2؟ 8. 8. Bingo. Bingo. إذا طبعا تشجعوا فتقولوا بينغو بينغو. Combien font 16 divisé par 2؟ 8. Bingo. طبعا كلمة بينغو c'est un jeu de hasard d'origine américaine inspiré de l'auto. إذا هاد كلمة بينغو c'est un jeu de hasard d'origine américaine. إذا نتكلم عن لعبة الحظ d'origine américaine من أصل أمريكي inspiré de l'auto. كما نقول مستوحات من لعبة اللوتو الخاصة بالقمار
متخصصة في القمار طبعا. جو دو هازار دوريجين امريكان انسبيري دو لوتو، هذه من حيث الاصل. ولكن عندما نتكلم عن بينغو، اذا نتكلم هنا عن انترجيكسيون. 8 بينغو، اذا نتكلم عن انترجيكسيون، اذا نتكلم عن نوع من الكلمات تدل على شعور ما. اذا اكسبريم لا ساتيسفاكسيون دافوار غاني، اذا هاد العباره التي تقال هكذا هي تعبر عن الفرحه او عن الرضا، كما عندنا هنا لا ساتيسفاكسيون دافوار غاني للتعبير عن الربح. نقول بينغو جيلو غولو، بينغو كان تقول له ربحت. بينغو بينغو. X est égal à 8. Bon travail. Très bien. Maintenant, faisons un autre problème. D'accord. Ok. X est égal à 8. X est égal à 8. Et donc, X tout ça, 8 mania. Bon travail. Bon travail. Amal jayid. Bon travail. Amal jayid. Très bien. Très bien. Maintenant, faisons un autre problème. Bon travail. Très bien. Maintenant, faisons un autre problème. D'accord. Ok. Maintenant, faisons un autre problème. Maintenant, faisons un autre problème. Maintenant, faisons un autre problème. Tabrana adna la refaire. كما تلاحظوا مصرف الامبيراتيف، مصرف الامر. نقول في فوزون فات، في فوزون فات. اذا فلتفعل فلنفعل فلتفعلوا، اذا عندنا هنا فلنفعل. فوزون ان اوتر بروبليم، فلنقوم بمساله اخرى حتى تتمرن اكثر. maintenant faisons un autre problème. d'accord، هل انت موافق؟ اوكي اوكي داكور اوكي. طبعا نستكمل الفقره القادمه حتى لا نطيل، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.